شاركت سعادة النائب مريم صالح الضعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة تأثير قوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين على التنمية المستدامة المنعقدة في جنيف. استعرضت النائب الضعن خلال الجلسة بعض الإحصائيات والأرقام وفقا لبيانات المجلس الأعلى للمرأة للعام 2022، حيث بينت أن المرأة البحرينية أصبحت اليوم تمثل نحو 43% من إجمالي القوى العاملة، مشيرة أن المرأة البحرينية تمثل 48% من المناصب التنفيذية العليا في القطاع الحكومي و64% من المناصب المتخصصة في القطاع العام، كما أنها أثبتت نفسها بأنها قوة فاعلة في العمل السياسي والتشريعي. للمزيد من التفاصيل حول مجريات هذه الجلسة معنا عبر الهاتف من جنيف سعادة النائب مريم الضاعن عضو مجلس النواب عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس عضو الوفد المشارك. أهلا بك في نشرة الثالثة سعادة النائب، حدثينا بشكل أوسع عن مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال القمة العالمية لأصحاب المصلحة المتعددة بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم على هذه الاستضافة. خلال مشاركة وفد الشعب البرلمانية في القمة العالمية متعددة الأطراف حول تعزيز المساواة ما بين الجنسين في القوانين بجنيف، اليوم وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين شارك في عدة جلسات ناقشت دور البرلمانيين في دفع مبادرات الإصلاح مع المؤسسات الرسمية والأهلية. ومن خلال هذه المناقشات ناقش الوفد أيضا احتياجات البرلمانيين لتأصيل دورهم في عملية الإصلاح وما يمكن أن يقدمه البرلماني لدعم هذا التقدم من هذا الجانب. كما شاركنا في عدة جلسات تباحثت رسم خريطة عمل مشتركة للنهوض بالمساواة ما بين الجنسين في قوانين الجنسية في دول العالم المتفرقة، وذلك بهدف بناء خطط عمل وطنية للإصلاح في هذا الجانب، حيث هناك الكثير من الثغرات التي يمكن إصلاحها بشكل تدريجي، حيث جرى تبادل الخبرات والتجارب والأفكار والفرص في هذا المنطلق، حيث تم تشكيل فرق قطرية لتحديد كيفية العمل المشترك والخطوات التالية المطلوبة في هذا الإطار وكيفية اقتناص الفرص والتحديات التي يمكن أن تواجه الدعم وتتطلب الدعم المطلوب من الطرفين التشريعي والقانوني. وحبيت أنوه أن مملكة البحرين قطعت شوط كبير في هذه المنظومة، منظومة التوازن ما بين الجنسين، حيث اليوم البحرين لا تتكلم عن منظومة التوازن وإنما منظومة التمكين للمرأة، فهناك الكثير من الإنجازات الهامة اللي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال. أيضا أحب أن أشير أن هناك مبادرات وطنية كثيرة قامت فيها مملكة البحرين، وأن احنا نفخر بهذه الإنجازات، حيث أن البحرين وضعت نموذج رائد في المنطقة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، وبما يتماشى مع رؤية المملكة للوفاء بتطلعات المواطنين والمواطنات وتحقيق التنمية المستدامة. وأخيرا أحب أقول أن مملكة البحرين تواصل العمل نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة، وإحنا هنا مستمرين لدعم هذه الجهود وتعزيز الحوار البناء لتحقيق هذا التوازن بين الجنسين في كافة المجالات، ونتمنى دائما أن نشوف البحرين في أعلى المناصب. وشكرا.